ايه كل ده يا يحيى؟ ده باين عليه غالي قوي. ما يغلاش عليكي يا احلى ماما في الدنيا. دي دهب يا يحيى، عيار 21. طب والقلمين دول برضو دهب؟ انت ايه يا ابني، وقعت على كنز ولا ايه؟ يا جماعه انا كده مش جايب لكم اي حاجه، انا جيت على غفله. لما راضي كلمني وقال لي على موضوع البيت والحجز جيت فجاه. شفت اللي جرى لنا يا يحيى وانت سايبنا لوحدنا كده طول السنين دي؟ يا ماما والله مشاغل، والله يا ماما ما بقعد في بلد واحده اكتر من اسبوع. وهنعمل ايه بقى يا يحيى؟ يا ماما انا مش عايزك تشيلي هم خالص، كل حاجه هتتصلح. انا ما عنديش اي شغلانه دلوقتي غير ان احل المشاكل اللي انتوا فيها. حبيبي يا يحيى اخويا. متشكر يا يحيى. الله جرى انت اهو، انتوا ناسين ان احنا اخوات ولا ايه؟ متشكر واخويا. انا بقى عامله لك المحشي اللي كنت بتحبه. يلا اطلع اوضتك وغير هدومك عشان هناكل كلنا مع بعض. يا ماما اكلك وحشني بشكل، بس والله ما هقدر. ومش هتقدر ليه؟ عشان انا حلفت يمين ان انا مش هاكل لقمه في البيت ده غير لما بابا يخرج بالسلامه ونتلم كلنا تاني زي زمان. يعني ايه؟ امال هتاكل فين؟ انا واخد سويت في الكامبينسكي، هقعد هناك كام يوم. بقى انت مش لوحدك بقى. لا يا ماما انا معيش حد، انا جاي لوحدي. انت متجوز يا يحيى ولا لسه عازب؟ متجوز يا يحيى؟ يا ماما في ايه؟ لا طبعا مش متجوز، يعني انا هتجوز من غير ما اقول لك؟ انت بتقولي ايه؟ ربنا يكملك بعقلك يا حبيبي. الدور والباقي اللي جايين بعد كل السنين دي وكل واحد فيهم داخل بقرطه وراه. ربنا يسعدهم يا ماما. الله الله، ايه الجمال ده؟ ايه الطعامه دي؟ الناس تتحسن قوي يا جماعه. ميرسي يا انكل. ايه ده؟ عفوا يا روح انكل، انت مين بقى؟ ده نادر يا ابني. ايه ده؟ نادر، امسك. دي هديه من انكل. اتفضل. نو ميرسي يا انكل. نو ميرسي. سي با جولي. الله، ما تزعلنيش منك، امسك. شكرا. عفوا. انت مين بقى؟ انا فريد. ده ابني يا يحيى، ايه رايك؟ لا لطيف، شبهك قوي جيكو بس على انضف، يعني التاتش الايطالي ده فرق معاه قوي. امسك يا فريد، خد دول عشانك. نورتي يا عم. اخرس عمو زي بابا بالظبط. ايوه زي بابا، بس اوعى ابوك يقلبك فيهم. امسك. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي، جيت فرفشتنا وبسطتنا، دي أول مرة نضحك. بس البيت وحش قوي من غير بابا. بس وغلاوتك يا ماما، وغلاوتك ما أرجع الهند غير لما مامون يرجع بيته معزز مكرم، ونرجع الأيام الحلوة دي تاني.